السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موقع أو برنامج جديد يقدر إن هو يساعدك في مراجعة اللوحات المعمارية والإنشائية والإم إي بي، بحيث يوفر لك الوقت ويكتشف فين الاختلافات ويكتشف إيه الحاجات اللي حصل فيها تحديث، الحاجات اللي حصل فيها أخطاء. مجرد إن أنت ترفع الملفات بتاعتك الأصلي والملف الجديد وتقول له يوجد لي بقى الحاجات اللي تم فيها اختلافات، فيبدأ ان هو يوضح لك بطريقة سهلة جدا. ايه الحاجات اللي تم اضافتها، ايه الحاجات اللي اتعدلت، بيدي لونين مختلفين بحيث ان انت تعرف فين الفرق. ممكن نفتحهم لك مع بعض كده بحيث ان انت تشوفهم، وكل ما بتعمل زوم او بتتحرك الاتنين يتحركوا مع بعض عشان تعرف تراجع بشكل افضل. وبيديك بعض الادوات عشان تحط الانوتيشن بتاعك، فهو هيوفر لك وقت، والوقت طبعا يعني فلوس. يوجد لك الاختلافات ويوجد لك التحديثات. فأتمنى الموقع ده يعجبكم إن شاء الله.